معاركم الحمية، بيثون ضد الأسد، من سيفوز في تلك المعركة؟ فلتبدأ معركة الحيوانات، إنها معركة بين الثعبان والأسد، واحد فقط يمكن أن يكون البطل. في بعض الأحيان تكون الحيوانات المفترسة الأكثر فتكا هي تلك التي لا تتوقعها أبدا، وهو أكبر ثعبان في أفريقيا، ويستخدم جسمه الضخم للضغط على فريسته حتى الموت. كلما كان الثعبان أكبر كلما كانت الفريسة أكبر. هذه هي واحدة من الثعابين الوحيدة التي لديها الشجاعة لملاحقة الفرائس الكبيرة والفوز بها، ولكن هل سينتصرون عندما يواجهون أسدا شرسا؟ تابع معنا بينما نكتشف نقاط القوة والضعف لدى كل منافس، وكيف يتطور حجمه في حلبة القتال. من سيخرج المنتصر؟ هل سيذهب الفوز لفريق الأسد أو فريق البايثون؟ دعونا نكتشف ذلك في هذه المباراة النهائية للحيوانات. ما هي العوامل الرئيسية في معركة الثعبان مقابل الأسد؟ ستقارن هذه المباراة حجم المنافس وسرعته وقدراته الهجومية وأسلوب حياته. لن يكون كونك كبيرا وقويا كافيا للفوز في هذه المعركة. سيحتاج البطل أيضا إلى أفضل أساليب القتال الهجومية والدفاعية وبعض الحيل للتأثير على الاحتمالات. الثعابين هي حيوانات مفترسة قوية وشرسة، وعادة ما تشق طريقها عندما تهاجم الفريسة، سواء كانت المامبا السوداء أو الكوبرا الملكية أو الثعبان، فإن الثعابين هي التي تحكم عادة. إذا كنت تريد أن ترى كيف تحكم هذه الثعابين، فواصل المشاهدة. نقوم بالعرض التنازلي لأفضل اللحظات التي تأكل فيها الثعابين الضخمة فرائسها. لنبدأ بمقارنة حجم وسرعة كل مقاتل. ينزلق إلى الحلبة المنافس رقم واحد، الثعبان. الثعابين هم صيادون الكمائن الذين يكونون أكثر نشاطا. تستخدم هذه الثعابين عضوا متخصصا في جاكوبسون للبحث عن الفريسة بلسانها. بمجرد العثور على وجبة تعض الثعابين وتلف حراشفها العضلية. تعتبر الثعابين من أكبر الزواحف في العالم، ويمكن أن يصل وزنها إلى أكثر من 200 طن. إنهم يحصلون على هذا الحجم الكبير من خلال تناول نظام غذائي صحي من الثدييات والقوارض والطيور. الثعابين هي حيوانات مفترسة قوية وشرسة، وعادة ما تشق طريقها عندما تهاجم الفريسة. تقارن الجولة الثانية القدرات الهجومية للثعبان والأسد. كل من منافسينا مخلوقات آكلة اللحوم، يقتلون من أجل البقاء. تعتبر الثعابين واحدة من أكبر وأقوى الثعابين في العالم. بدلا من الاعتماد على السم لإنزال فرائسها، تستخدم هذه الثعابين وزن جسمها وقوتها. الجولة الأخيرة من معركتنا الحيوانية. تقارن الجولة الثالثة بين أسلوب حياة الثعبان والأسد. الثعابين مخلوقات انفرادية، إنهم ينزلقون عبر السافانا بمفردهم في انتظار ظهور ضحيتهم التالية. يمكن لهذه الثعابين أن تبقى أشهرا دون طعام. كلما كان الثعبان أكبر كلما كانت الفريسة أكبر، ولكن في بعض الأحيان أكبر ليس أفضل. عندما يقوم الثعبان بالقتل قد يستغرق الأمر ساعات حتى يبتلعه.
يجب أن تنفتح الأربطة المرنة وعضلات الأبطال بما يكفي لالتهام الفريسة. بعد أن تنفتح على نطاق واسع، استخدم فكيها القويين وأصابعين سنا حادة سحب الحيوان إلى داخل جسدها. تستغرق هذه العملية وقتا طويلا وتفتح الثعبان على عالم من الضعف. الأسد هو الفائز. ثعابين حيوانات مفترسة قوية، ولكنها لا تضاهي الأسد الجبار. إذا كان هذا الثعبان ساما، فلن يحتاج إلا إلى توجيه ضربة واحدة للفوز في المعركة. لكن الثعابين تستخدم تكتيكا أبطأ بكثير للموت بالضغط. سيتعين على هذا الخصم الزلق أن يشن هجوما خاطفا مثاليا، ويأمل أن يكون الأسد بمفرده حتى لو تمكنوا من انتزاع الحياة من عدوهم القطط، فلن يكون لدى الثعبان الوقت الكافي لإنهاء وجبته. تستغرق هذه الثعابين طويلة ساعات حتى تبتلع الفريسة وتهضمها. بعد سماع زئير القتال الصاخب، يأتي أعضاء الفخر الآخرون لمساعدة الأسد. بمجرد أن رأوا أن الثعبان يسبب مشكلة، قاموا بسرعة بالقضاء على التهديد. تظل للأسد اليد العليا إذا كان هذا الأمر فرديا بشكل صارم. القطط الكبيرة أسرع بكثير من الثعابين، حيث تبلغ سرعتها القصوى 50 ميلا في الساعة، مقارنة بسرعة الثعبان التي تبلغ ميل في الساعة. السرعة ليست موطن قوة الثعبان، مما يجعلها غير منافسة للأسد السريع والشرس. البرية. المامبا السوداء لديها عدد قليل من الحيوانات المفترسة، ويستعد خصمها النمس النحيل وهو صياد الثعابين المعروف لمواجهتها. قد يبدو وكأنهما وزن الريشة في الحلبة، لكنهما من أكثر الحيوانات المفترسة فتكا على هذا الكوكب. النمس حيوان ثدي سريع ذو أنياب حادة. ومن ناحية أخرى، فإن لدغة المامبا لديها القدرة على قتل 15 شخصا. فكر في كيفية رد فعل النمس الذي يبلغ وزنه 5 أطفال في مثل هذا الموقف. الثعابين هي حيوانات مفترسة قاتلة، وعندما تستهدف الفريسة عادة ما تكون ناجحة، لكن لديهم أيضا أعداء يستغلونهم. ماذا عن طائر السكرتير؟ إذا كنت تريد رؤية بعض الحيوانات البرية التي تعرف كيفية التعامل مع الثعابين، استمر في المشاهدة بينما نقوم بالعد التنازلي. عندما عبثت الثعابين بالخصوم الخطأ، على الرغم من أنها قاتلة، إلا أن المامبا ليست عدوانية بشكل خاص. سمها يمكنها من إخضاع فريستها وشل حركتها. ترتبط السموم الموجودة في سم الثعبان بالمستقبلات الكيميائية في أجسام الضحايا، مما يتدخل مع التواصل بين الأعصاب والعضلات. نظرا لأن المستقبلات الموجودة لدى النمس قد تغيرت، فإن السم يرتد ببساطة من خلايا عضلاته. طريقة الإرهاق التي يتبعها النمس هي الرقص حول فريسته. الطلقة الأخيرة قاتلة. يتم فصل العمود الفقري عن الجزء الخلفي من الرأس بضغطة واحدة. الثعبان لم يمت، لكنه غير قادر على الحركة. المكسب يفوق المخاطر التي يتعرض لها النمس. يعتبر الثعبان الذي يبلغ طوله 7 أقدام وجبة قوية لحيوان مفترس صغير،
في حديقة كروجر الوطنية يقاتل نمس قزمي خصما مميتا، وتعد ثعابين المامبا التي يمكن أن يصل طولها إلى 4.5 أمتار من أكثر الثعابين رعبا في أفريقيا. يمكن أن يموت الإنسان بسبب عضته والتي يشار إليها باسم قبلة الموت. ويعتقد أن النمس كان يحاول إبعاد الثعبان عن جحره. من المعروف أن النمس يأكل الفئران والطيور والثعابين، لكن هذه المامبا السوداء الضخمة لم تكن وجبتك المتوسطة. يكتشف هذا النمس الأليف الكوبرا ذات الرأس ويتحداها، نظرا لأن النمس قاتل الثعابين، فيجب على الكوبرا الهروب في أسرع وقت ممكن. المشكلة الوحيدة هي أنه يجب أولا تجاوز النمس. بمجرد خروجها تهرب الكوبرا وتتجه إلى الحقل المفتوح، لكن النمس يلاحقها ويحاول خداعها. انظر إلى هذا النمس وهو يقاتل كوبرا كبيرة. هذا الثعبان مخيف بشكل خاص لأنه يحاول بشكل متكرر عض النمس. انسحب النمس، ولست متأكدا مما إذا كان الثعبان قد ضربه بالضربة الأخيرة. نمس يهاجم كوبرا في منتصف الطريق. الكوبرا غير متأكدة من كيفية الفرار، ولكن يبدو أن النمس قد فاز في معركة أخرى. نصب هذا النمس كمين لكوبرا سوداء ويلتهمها عن طريق مضغ رأسها في ثوان. لم يكن لدى الثعبان فرصة كبيرة للدفاع عن نفسه لأنه لم يتوقع الهجوم. هذا الأرنب لا يعبث عندما ينقض على هذا الثعبان ويعلمه درسا أو اثنين. يحاول الثعبان الهرب، لكن الأرنب يلاحقه. لإطفاء الإثارة على الأمور، قام الأرنب ببعض مجموعات الركلات الكبيرة والشقلبة للخلف. يقدم هذا الأرنب عرضا ليتذكره عندما يجعله هذا الثعبان يقوم بجميع أنواع القفزات والقفزات الصيفية. الأرنب لا يخاف من الثعبان ويطارده حتى لا يستطيع الثعبان تحمله لفترة أطول، وينزلق فوق شجرة هربا من الأرنب المجنون. الثعبان مقابل الطائر السكرتير، ثعبان مقابل الطائر الأمين. هذا الطائر السكرتير لا يقوم بأداء أحدث رقصة عرض برودواي الشعبية، إنها تشارك في معركة مع ثعبان. هذه الطيور يمكن أن تقتل الثعابين بما في ذلك الكوبرا وغيرها الأنواع السامة لديهم ببساطة. قدرة خارقة على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب والاستيلاء على الفريسة. يلاحظ هذا الطائر السكرتير الكوبرا الرائعة وتقترب منها، يفكر في التكتيكات التي سيستخدمها. يدوسه مباشرة حتى الموت. حتى الثعبان لطيف وحساس وجاهز لتناول الطعام. طائر سكرتير آخر يقوم بتحطيم ثعبان. إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من الثعابين، هذا طائر رائع لديك كحيوان أليف. ما لم يهاجمك أيضا. طائر سكرتير هو طائر جارح ضخم، يبدو وكأنه تقاطع بين الصقر والنسر، هم معروفون القدرة على قتل الثعابين في أفريقيا. ثعابين المراعي وغيرها من الثعابين الخطرة. مهاجمي وراء الرقبة مثل هذا السكرتير يفعل هذا مع الثعبان. الأفاعي زواحف شرسة وخطيرة، قد تهاجم تلك القطط البرية وصغارها وتذيقها مراعي.